شاهدوا سور ضخم جدا في عيد الضحية 2024، وده منظره، سور الضحية 2024، وده منظره الجميل. حاجة بسم الله ما شاء الله، وده منظر السور، بسم الله ما شاء الله على وزنه. وطبعا التصوير يفرق عن الطبيعة، وده حبيت اوريكم منظره وشكله الجميل. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في هذه القناة، واشترك في هذه القناة وترى فاتحتنا اول باول. وده منظر السور وشكله الاليف والجميل. يعني بصوا، دي منظر الطبيعة، وده السور اهو، جدا جميل وجدا رائع. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.